منطقة المندرة من معتمدية طبلبة تحد هالمكنين بين طبلبة والمكنين. الموقع ربما جغرافي يخوللها باش تكون مدينة فاضلة ومدينة باهية، مدينة على الأقل فيها مقومات العيش الكريم. لكن اللي تفاجئنا به كونه المدينة هذه تشكو من برشا مشاكل، برشا حاجات اللي تأرق المتسكنين متاعها. حبينا باش نشوفوا هالمشاكل هذه ونشخصوها، وإن شاء الله يا ربي المسؤولين يكونوا في الاستماع لها ويسمعوها ويحطوها دوسيات على الطاولة ويلزموا يخدموها. اليوم السكان المنطقة هذه منطقة المندرة برشا يعانيهم المشاكل لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد، مشاكل بيئية، مشاكل اجتماعية، مشاكل بالجملة. خليكم معنا باش نشوفوا هالربورتاج هذايا ونشوفوا مشاكل هكاك. احنا كيما عودناكم صوتنا صوت المواطن اينما كان في الساحل التونسي، خليكم معنا. احنا توا موجودين في منطقة المندرة من معتمدية طبلبة، هذا نهج سوسة. معنا حاجة باش تحكي لنا بالضبط شنو اللي موجودين، معناتها الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها، اللي مأمولين ان شاء الله يا ربي نتأملوا انها تتحسن، خاصة مع المجالس البلدية اللي انتخبناها والحمد لله. حاجة لو كان انا نسألك مثلا شنو المشاكل ربما اللي تعيشوها في الحي هذا؟ مشاكل الطرقات مثلا، مشاكل وقعت تحكي انت نوادي الزبله تجي نهار بالنهار يهزها. يعني عندك اشكاليه مع البلديه من حيث البنيه التحتيه في الكياسات والزبله كيف كيف زاد ما يعني نصلح انا نصلح قدام دار مش نتكلم بلغتي نصلح والغبابر الكل كي ماشي نجري نجي يتعدى واحد نقعد نوقف حتى الساعه يتعدى مثلا معناها يتعدى باش نكمل نصلح هذا معناها هناك. وكيما حكينا على الصغيرات شنو؟ فلا صغيرات صغيرات بحثينا تاع صغيرات صغيرات قلت لي انت يا خاطر لاحظت ثاني يلعبوا في الشارع. اي كنت نجي عند بنادم مثلا ما يلعبوش في الشارع ما يخرجوش يبطلوا منك فماني بطل راه فماني بطل على على صغر سن اسي صبري هكا ولا اني غالطه يبطل على صغر سن يقعد في يقعد في الشارع. سي الحاج رمضانك مبروك. عيدك مبروك. اليوم احنا جيناكم مضيف للمندرة باش نشوفوا النقائص ربما في منطقة المندرة باش تبدا مدينة كما تحبوها انتم ما تنقص حتى شيء. لو كان تقول لي شنو المشاكل بالضبط في المندرة؟ والله عندي يعني مشاكل كثيرة والطريق ظاهرة اللي جيتوا منه طريق واحد وعندي جامع مش كامل ناقص السمعة ناقص شوية مصروف كان فيها باس وكان تعاونونا بشوية والأضواء فني والخطوط نتاع التل وشو كاش مبلدين وليزيكو هنا مش موجود على 50 متر ما تعرف خلص وفما موان 50 متر ليزيكو ما فماش هذو من حاجات الطرقات وليزيكو من حيث الربط بالقنوات الصرف الصحية ما فماش ما فماش ما فماش توا راني حفظت حفرة من با دو ثم واخذ ثلاث دوزيام ثانية الحفرة الثانية من با دوزيام دو موا خاطر الأخرى ما عادش تحمل وإذا كان روائح فهمني ولا كريهة موجودة فيه جميع الأماكن على الدنيا السلام. هذا شنو موجود في الوقت الحاضر. هذه اللي موجودة في معناتها واقع ماهواش مرضي في المندرة. لا مش مرضي، راك تشوفوا أنتم تشوفوا توا كاس كيما هاك منين مرضي. الماء كي تصب مطر عليه كل اللي كيجي لهنا. دونك أنا عملت هذا مثلا نشوف فيه عالي 10 سنتي على الواحد. الكياسات فهمني ماشية على حالها. مسألة الأضواء ناقصة شوية. ناقص شوية الأضواء هنا ظلمة في الليل غادي كتو عمل التل هذا في التل كانت غادي كل الدهناء الأضواء ليزيكو الطرقات وهذا من الأشياء فهمتني ولا السريعة والأجل. من شباب المندرة باش نلتقي بمجموعة من الشباب باش يشوفونا بالضبط باش يقولوا لنا شنو الإشكاليات اللي عندهم. السلام عليكم. سلام. شنو ناقصك أنت كشاب في المندرة باش تحس روحك كيما شباب؟ والله يا مضبين يوفرون دار شباب لناك في المرض ندرا ومش لازم معناتها باش ناخذوا تاكسي نهبطوا للبلاد معناتها باش نمشيو لدار شباب كل شيء معناتها يوفرون لنا هكا ورا دار شباب كل شيء. ونوادي اطفال فماشي زاد كيف كيف الصغيرات الاقل منك انت شويه لا فما كان فماش لناك فما انت اغلب الوقت قاعدين في الشارع فين تعديوا وقتكم بي فين تعديوا وقتكم انتم بصفه عامه؟ احنا شباب في البلاد اما الذراري ديما يلعبوا برا ما فماش فهمت كتاب فما كتاب بركه شويه معناتها يرفع كميه مش برشا هكا معناتها ترسكم انتم في السنه ذي في القاوي والا تهبطوا للطبلبه هكا ايه كيك الاستاد نتاع الكره عندكم وين تلعبوا كره القدم؟ ايه يعني نلعب في الفوت. وين تترنيو عندكم الاستاد لهنا في المندرة؟
نهبطوا للجمعية نهبطوا في تبلبة غادي كان قو فماش لنا هيك مات فما يعني حتى باش منعرفش مش تترينا ما حتى باش تلعب انت ولاد الحمى ما عندكم شي وين معناتها بقى مهيئة انها تكون استاد ايه ما فماش بالفلوس يا طاب طلع في اثنين مكنين تاخذ تاكسي بتشتلع في الفلوس ما فماش تكور في الكياس كو صباح الخير لل شاحيل بزاف خليك احنا في المندره بحذاكم وحابين نشوفوا شو ناقصكم بالضبط معناتها تحسوا شو ناقص معناتها للمدينه هذه البقعه المندره ناقصنا ناس ماشنا معنا رابطين ايه معنا كل جمعه نخرجوا كل جمعه نخرجوا الشوارع تشوفيه معناتها مسخه ماشي معناها منظمه هذاك هو اللي ناقصنا بزاد اللوطة شوف معناها ماشي باهي بالكل كاين البلاصه حالة حتى ملحنوش الفيران ترتع ونيرتع زيد بطلوت وشوف ماشي معناها منظمة ومسخة خاصنا الربطان ماذا بينا ربطونا أنا ديما معنا نكشتوا فيها من الفوق هبطوا من اللوطها بالقصدرية معناها تعبين ايه متعذبين حبوا يربطونا على شكاك خاصة انتم البقعة هذه معناتها خاصة الحي هذه فيها أكثر من 25 دار ايه بصلي عني بي في برشة ديار ومايش ومايش مش نظام مايش منظم معنا بالكل كاي صد معنا من اللوطة شير مسخة برشة معنا الكل كاي هبت على درج جيراننا خاصة كي نسيقوا معنا ونقضيوا عائلة الكل كاي هبت لهم حتى شو يوصلهم للدار يبداوا مسكنات الحق معاهم زادة وشواشة ونموس وسخ وكل شيء يلزمكم معنا باش يجيوا يعملون يربطون نحبوا الربطة ماذا بين اليوم قبل الغدوة خاصنا الربطة واحدة كيف يعني متعذبة معناتها واحدة في ثلاث سلايف نخرجوا فيها مع بعضنا كيف تعرف المشاكل والسلايف هكا ولا يلزم معناها باش يلزم باش يربطون بنو الناس كل جمعة نخرجوا كل جمعة نخرجوا كيف تعرف الصيف معناها التدويش والاستهلاك ضربة ضربة تلمين والصف هذا كل كاين معناتها فيه التواليتات ولا يعديوا لبعضهم تعبيد الحقيقة خسرنا الناس تعبين برشا لازمكم تجيو باش يربطونا وينظفونا شوي واحدة من المتساكنين المنطقة هذية منطقة شو لو كان ذكرني اسم المنطقة الجنشية ماذا متابعة المندرة اي متابعة المندرة تسمى لو كان تقولي اشكالية هالزبلة اللي بحذاكم انتم متسكرين حي سكني وبحذاكم مصب زبلة عنا الزبلة وعنا الوشواشة وعنا الدين الكل والوسخ وتو برشا نقولوا قد الكياس وكياس محطوط في البرنامج باش يكيسوه ما كيسوش هاك ترى في الحال انت كيفني الكياس بظاهر طريق يسرى مكسر حاجه اخرى الاناس عندكم شي ربط بالمصرف الصحي معناش الاناس معناش نصبوا هون نعملوا في الحفر في ده في ديارنا معنا مع طوالات حاشاك ونصبوا برا باش مش مربوط حتى شيء انت مثلا قديش ساكنه في الحي ذي أنا عندي 23 عام ساكنة هون 23 عام والحالة هي هي الحالة نجم تقول هي هي مالش متبدل شيء كان كعبة اللامبة هنا حطوهم توا عندهم شي عامين وبر وفروا لكم الإضاءة في انتظار أنه يتكيس الكياس و... مضابين يكيسوا وينظفون الدنيا وينول الوشوشة ولنا نصفوا على الفشفشات متاع الواحد أكثر من ماكلة أي متلفيتوكس خاصة انه عندكم صغيرات صغيرات والله ضارين الوشوشه ياسر الحقيقه حتى مسنسيني يداوي وما عادش يداوي سنين بزيت بلديه ما جاتش تداوي مش سنين تو عندها 3 سنين ما تداويش كان قبل يداوي وشويه ما مش 3 سنين ما نحين وما وقت ما عادش يداوي ما عادش يجي والكياس ما نحين محطوط في البرنامج باش يكيسونا ما جاوش كيسوا زاد كل مره شنو يقولوا هاك ترى احنا حتى التاكسي لهنياك ما تجيناش اي ما توصلناش نقول لهم يوصلونا مثلا بالقضيه للدار قول لا يا تتكسر العجال ونخاف على كراهبنا يقولونا خلصوا 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 ما نعملوا نطلعوا حتى ورقه الا ما الدنيا كل نخلصها حتى نتاع عام الدنيا كل نخلصوا درينا تقرا ايتيت تجي ظلمه كل الكلاب متكل السايبه لا يقتلوا لا يعملونا حتى شيء يقولوا شنو الطيارات تقتل الذبان وش ما يعملونا حتى شيء شو نقول لك الزوات الزبلة دي شيء مأهول اللي يجي يقول تاكسي باش يعني تشيشة قول كان مشيش يعني مش الحومة هذيك ربي يعرف كان مشي نخاف على كرهبتي علاش احنا مناش عبادة مش مواطنينة مناش نخلصوا في الفلوس كن مواطنينة لا كياسات لحد شيء احنا كيس متاعنا يهز المهدية وكيس متاعنا والاخر يهز البقالطة ينقصوا حتى على ارواحهم غادي شيء يحفروا شيء عليه شكك والذرارين تقر عليه شكك
والله شيء أسف، والله شيء أسف. جينا في الزوات نغادي في كل واحد وكل كيلة، لا تشا لامبا لا تشا حد شيء، سرقة تسرق، لا يشرب يشرب على كل شيء غادي كي. بس كيك جمعة اللي فاتت وحدة كيكة ولد بنتها ماشي تقرأ في عز النهار، قالوا لها هي تعطينا تليفون وكل شيء عندك نضربك بسكينة، معناش حماية ولا هزوا لها السوشه ولا عملوا لها ايه مصبرك عندي ما كتبش برويطه راجل يخدم عليها في البحر بالعربيه سرقوا هين علاش تظلموا برا مسميين الحومه نتاعنا محومه الظلمه مسميين حومه الظلمه حومه الظلمه مش ناقصين يا دير ما نسهروش احنا بالوسخ والوشواش ما نسهروش الوشواش قلت لك الهليكوبتر مش حاجه جينا نعملوا حاجه عندكم خلاص خلصتوا عملتوا مش معقول خلاص خلاص بابا منهم مره شاش نتحرك قال وين حد نخلص والله فما بلاد منظمه والله نخلص ومعناش مزيان فما حد شيء علاش لا بلدي تجينا لا حد شيء تجينا نقصوا في القزادر وحدنا نقصوا في البرامل وحدنا ونحرقوا في النار وحدنا فكل الوحده كل شيء نعملوا فيه وحدنا علاش هكاك وبعدنا نزلم في الفلوس في الميات ها نعرفش شنو ها ونخلصها ونعمل شنو والله لا معقول مش معقول مش معقول مش معقول بارك الله فيكم الله يرحم والديك حبيت نسالك بربي جاتكم شي قبل وسائل اعلام ولا حاجه ما جاتناش حتى وسائل اعلام الناس كل كاي مطفينا كاك البلدي كل الناس كل كاي مطفيتنا كل مرة يجيو يقيسوا باش يعملوا الكياس ما يجيوناش ووقت اللي يجيونا انتخاب يجيونا الكراب للدار يهزونا اي يجيو انتخبوا وش نعملوا بيه الانتخاب نتاعهم ما عملونا حتى شيء كان باش نجيو يبنيو يعطلوني يوقفونا كان باش نجيو نطلبوا بحقني يوقفونا كانت شيء كما نقولها بصراحة ما مناش عايشين كل عباد فصل طبول بيسمى احنا طبول بيسمى نقولوا باه باه يا فصل العاصمة احنا هون ياك ماناش عايشين كل عباد